لا أحد يلتفت إليهم أو يتحدث عن معاناتهم. هكذا عبرت الحاجة مريم عن وضعهم في مخيم النزوح بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث تسكن هي وأحفادها العشرة في خيمة يخفون فيها كل أشكال الألم والأوجاع. لا معانا لا حمامات لا رشان، لا حد يشوف علينا عيالي، من احنا عشرة بداخل البيت، ما حد يتفرج علينا حتى كيف حالتنا في الأسرة، ونحن مقدورين بالحاج ما حد يجي علينا. عشرات الخيام التي لا يتجاوز مساحة الواحدة منها 3 أمتار يسكن فيها ما يقارب 6 إلى 8 أفراد، ومع ازدحام المخيم بالأسر النازحة باتت المخاوف من تفشي مزيد من الأوبئة والأمراض الفيروسية وسط النازحين والقائمين على المخيمات. بسبب الأمراض الخطيرة مثل فيروس كورونا عندنا خائفين من يعني حمض ضناك المكرفس هذا، وخائفين من فيروس كورونا اللي يجي بسبب نزاحهم حق المخيمات والأسر الذي هي في المخيمات. بالرغم من عدم تسجيل أي حالة مصابة بفيروس كورونا، إلا أن ذلك لا يعني غياب الخطر عنهم. من أكثر المناطق التي هي معرضة لانتشار مرض كورونا هي مخيمة النازحين بسبب الوضع القائم في المخيمات من حيث المساكن غير معزولة. فالوضع الصحي والإجراءات الوقائية لمجابهة أي مرض شحيحة وقد تكون منعدمة في المخيمات، فتقارب الخيم المكتظة بالنازحين وانعدام المياه الصالحة للشرب، كل ذلك يساعد في تفشي الكثير من الأوبئة والأمراض.